السلام عليكم. صباح الليل وصحيت ما اعرف ايش السالفه، فجاه اشوف نفسي حاطين في تصويت عالمي يا شباب، ما بقى على التصويت الا خلاص الساعه 12 بالليل بيسكر. فالفزعه همتكم يا الربع، ولعوا الدنيا وشعلوا ايش اسمه ذا المنصات. هذا تصويت، هذه الطريقه يا اخوان، تدخلون عن ايش اسمه ذا الرابط. كيت 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 كيت. فان شاء الله انكم فهمتوا، لان انا بنفسي تو صاح من اللوم ما اعرف ايش السالفه، لكن باذن الله ناخذها وباذن الله ان احنا نفوز. همتكم يا الربع، وشدوا حيلكم، والله الله وكبسوا. طبعا يا اخوان المسابقه هذه عالميه، بعطيكم الطريقه الحين، بس ما بقى شيء وخلاص التصويت الساعه 12 بالليل. فالهمه تدخل على الرابط، تروح عند لايف ستريمينج، تنزل تحت تحصلوجي على طول، تضغط يجيب لك تاكيد عشان ما تكون روبوت ولا شيء، فطق طق 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 تسوي كذا خلاص تصوت. ففالنا باذن الله التوفيق، باذن الله نكسبها. ما شاء الله تبارك الله. شفت اول ما وصل جده جاء المطر، اي انا ببدا مذله اليوم، ببدا مذله. شوفوا كيف الاجواء يا الربع. طبعا طبيعي امس وصل جده، فما شاء الله يعني الاول كان حر غبار ونبج وفوح وكتمه، شوفوا الحين كيف. تدرون انا راجع الرياض، لا جده، لا برجع خلاص شباب لحقوا علينا يا الربع، غرقنا يا ناس غرقنا. ما شاء الله تبارك الله يا لبي، خلاص انا قاعد في جده. شباب لحقوا علينا يا الربع، غرقنا يا ناس غرقنا. ما شاء الله تبارك الله يا لبي، خلاص انا قاعد في جده. شباب لحقوا علينا يا الربع، غرقنا يا ناس غرقنا. يقول جعل السحابه اللي معاها يقول جعل السحابه اللي معاه برق ورعود، تبرق وترعد وتفجر وتحرق على دار ولي في سكنها. الله الله كم حبايبي، بعد الاجواء الحلوه الاوروبيه اللي صارت الحين خلاص ما يبيلها الا رسميات تايم حبايبي. فان شاء الله لا مدانا اليوم ولحقنا البيت رجعنا من بدري باذن الله راح نبث، واذا اليوم قعدنا واخذتنا السوالف والجلسه الحلوه ف جميل. هي دقائق معدوده، وان شاء الله جميعا يكون احتفالنا احتفال بحضوركم جميعا وبالمكرمين خصوصا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي أتم علينا بالنعم منكم باسمه ووصفه. أهلا بكل من حضر، أهلا بكل من قدم إلينا من بعيد أو قريب وتحمل عناء ومشقة السفر وتفرغ لنا من أجل وطني يستحق منا كل قطرة عرق في سبيل الشرف والتشرف بالدفاع عنه. ومنهم تعلمنا ألا مستحيل في سبيل الإبداع والرقيب، لذلك وجب علينا بل حق علينا تكريمهم والفخر بهم، وهم أخي صالح بن مبارك الفتح، وأخي القاسم بن محمد الشرقي الفتح. جميعا وأرحام وجيران وزملاء كلكم نفتخر بكم وحرمكم من أول وشرف، عسى الله يحييكم في هذا الحفاظ. بالمناسبة الحمد لله على أساس الصدق والحق، كنا عندنا اثنين من الأخوة قاعدين اللي هو الأخ صالح والأخوية صالح بن مبارك الفجر والنعم وأجمل القاسم محمد الشرقي والنعم فيهم كلهم. أنا كلكم أحبكم في هذه الليلة الطيبة، أقول حياكم الله يا مرحبا بكم والسلام عليكم. الشكر والتقدير لأخواننا المتقاعدين على كل ما قدموه لوطننا الغالي ومجتمعنا، وتكريمكم الليلة شرف لنا. نشكركم على عطائكم وخدمتكم الطويلة، وتقاعدكم هو بداية فعل جديد في حياتكم. نتمنى لكم كل السعادة والراحة والتوفيق. نويت الليلة أرتب أبياتي وضبط شيلة، شاعر على ما قيل ما بحيلة، بوصف بني عمي وعرف ذاتي، واحترت أبدا من قبل الثاني.
واثنين هم أصحابي وإخواني. قلت تبدأ بالأسهل في نطق لساني ولا الحروف تزاحمت في الهاتي. الصاد من صالح وشين الشرقي حرف بشرياني وحرف بعرقي. يا حروفهم أهدوا بكمل طرقي بلاش نترتيبكم بشفاتي. هذا أخو أخويا أخوي من أمي وهذا أخو قلبي ولد بن عمي. قرابه وصحبه ودمهم دمي حتى الصفات أحيان نفس صفاتي. قلت العمل بلقابة فرق شوية الأولى من الأمنة والجوية. سهومنا الاثنين وقت الهيا ويوم الليالي بالجواري تاتي. واثنينهم مثل السحاب الصيف في الجود يوم ان الردي متهيب. مع اجنبي ولا في حق قريب ومدات ربعي عدها مداتي. ان قلت ابو نايف ونعم بصالح صادق وراعي طيب وافي صالح مثل البحر والبحر عدو مالح على العدا. ولا الاحبه فراتي ان قلت بالقاسم كفى بالقاسم شجاع. يلا يلا ابغى تشوف حركات ابغى تشوف حركات حركات ابغى تغير. واو 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 يا الابداع. مبدع مبدع مبدع. يلا بتشقلب انت بتطيح على البلاط. يلا واحد اثنين دو. لا 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 تغرقون انتم. ها عمك انت وعمي روح. واو 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 مستحيل. وانت حبيبي شو تسوي؟ يلا سوي حركات انت يا بطل. اكثر واحد طير عقلي وانا صغير والله العظيم. اعرفكم على قريبي. اهلا وسهلا. والله لمصلحتك يا حبيبي. لا مو مصلحه صحين الف على ايام الصباح الظهر طلعني تقول لي عروق ضروري. انا خلاص انا من ابتعدت عنك الدنيا صارت اكيد. لا في مصلحه ورانا. كيف وضعك معك؟ اي مقالب 2005 ما تمشي عندي. لا قريب قريب علي 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 الوالد الوالد حبل الوالد حبل الوالد حبل الوالد خلاص حبل ابوي على حبل ابوي. لا ولد حزه ولد ولد لا يا لا يا على ولد ولد لا لا شباب قاعده مع نفوس ثقيله. كل واحد يكذب على الثاني. والله مسيلمه مسيلمه قاعد معانا يا اخوان كذاب ولا حق سفر ولا شيء. والله جايب صح اللقيمات مسكني خط. شوف بس عيالك وينهم؟ انت واقف عند المسبح صار لك ساعتين. هذه مشكله المتزوج اللي عنده عيال يا شباب. واقف عند المسبح صار لك ساعتين يا ولد. انت بلا تغرق وليد وليد. سلم عنايف سلم لي تعال وليد. يا الكبار دخل في عينه ما عاد صار يشوف. وليد شوف نايف. يا هذا وليد قاعد يطوف. وليد 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 يا وليد هنا هنا. سلم سلم كذا عنايف. السلام عليكم. طول اليوم هو على المسبح كل واحد يمسك عياله. الله عادي 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 امور طبيعيه. الله ينعم. هذه الحياة الزوجية. أنا عشان كذا ما أبغى أتزوج. لا ما يصير. طب أنا لو معي ولد. الجدة. والله مصيبة. لا الموضوع. خبر عندنا. مع السلامة شباب.